وصلنا لعدة فعاليات نور ونشاطات بمعرض دمشق الدولي بنسخته 61، ويستمر زوار المعرض بالتوافد بأعداد كبيرة على جناح أيضا على عدة الأجنحة، وخاصة على الجناح الحرفي اللي كان له نصيب مميز من المعرض، لتكون الحرف اليدوية هي من أهم الحرف والأجنحة الموجودة. لنتعرف أكثر عن هيدي المشاركة بصرنا نصدق ضيف الحرفي وأحد شيوخ الكار محمد كجاك وأيضا مها العباس. لا نرحب اكيد قبل ما نستضيف لا الحرفيين في بنحكي عن في خربطة. معرض الباسل للابداع والاختراع، لنا نعم وقفه دائما مع الشباب السوري واخر اختراعاتهم ضمن معرض دمشق الدولي بدورته ال61. دائما في معرض يواكب اخر وتطورات وابتكارات الشباب السوري. اليوم معنا من جامعه حمص شارك باختراع من صلب الحاجه اللي خلال ظروف الحرب بعد سنوات مرت على سوريا والجرحى اللي فقدوا اطرافهم. معنا إبراهيم شيخو هندسة تحكم آلي وحواس من جامعة البعث، ومها العباس أهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية السورية. يمكن خلال معرض دمشق الدولي دائما لكم حصة وعلى الجدول الأساسي ضمن هيدا المعرض. أكيد. أهلا وسهلا فيكم. يمكن اختلطت عندي الفكرة بين الحرفيين والمبتكرين، كل الحرفيين والمبتكرين بمجال الإبداع. بدي صحح اسمك وبعتذر من حضرتك. أكيد يا أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن مشاركتكم، أنتم أجيتوا من جامعة حمص. طبعا الحمد لله على السلامة. دائما بيشهد عنا الشباب السوري إبداع وتألق. أكيد خلينا نحكي عن الاختيار وعن مشاركتكم في مما بيحب يبدأ. تفضل. المشروع هو عبارة عن يد روبوتية عم نتحكم فيها عن طريق الأوامر الصوتية. كان الهدف الأساسي من المشروع أن نخفف الكلفة المادية على جرح الحرب والمصابين بسبب الأوضاع والأزمة الاقتصادية اللي عم بتصير. إحنا عم نحاول نخفف عليهم الكلفة المادية. طبعا مشان توصل للكلب تتبرمج هي الإيد على صوت الشخص المصاب فقط، وطبعا بأي لغة فيه يبرمجها بأي لغة بيريدها. تفضل. خلينا نحكي معك عن هيدا الاختراع. دائما بمعرض الباسل للابداع والاختراع في حصه كبيره لصناعه الاطراف، وهي نقطه كثير مهمه ضمن ظروف الحرب. في كثير من الاشخاص فقدوا بعض اطرافهم. خلينا نحكي طبعاً عن هيدا الاختراع وعن مراحل التطور اللي مر فيها. طبعا هيدا الاختراع نحن اول ما خطر ببالنا الفكره انه بدنا نعمل ايد بالحاجه لهيدي بالنسبه للازمه الماضيه على البلد. كثير ناس كثير عساكر او مدنيه او ايا كان فقدوا اذرعهم. نعم. يعني بعد فنحن فكرنا فيها اطراف صناعيه معروفه انها تتبرمج عن طريق اشارات الاعصاب او العضلات. العضلات. نعم. فهالشيء مكلف كثير وعم بده دراسه كبيره كثير، وما عم يعني ما عم يزبط تمام، يعني عم ضل في مشاكل وهيك. طلعت لنا هيدي الفكرة عن طريق الأوامر الصوتية. تماما، إنه يعني أي شخص فيه يستخدمها عن طريق أمر صوتي فقط بس. فكل أمر صوتي بيعمل حركة معينة. نحن مثلا حطينا حركات عامة، مثلا أمسك افتح، حركات خاصة. عامة، في مثلا يمسك أي شيء بإيده. في حركات أمر خاصة من خلال الأمر الصوتي. أمر صوتي واحد بصوت المستخدم فقط، تم تسجيله من قبل حسب نختار كلمات معينة بحيث ما يلفظها يوميا، ما يكون عم تلتفظ يوميا، إنه بحيث مثلا عم يكون عم يحكي حديث تتحرك الإيد لحالها، لا بتكون كلمات مخصصة مختارة. طبعاً الطرف الصناعي اللي بده يشتري طرف صناعي لازم يتدرب عليه بشكل مسبق مثل ما بنعرف يعني. فينا ندفعه شوي نشرح عليه أكثر لو سمحت. خلي ما تشرح لنا شوي وحضرتك ايضا. طبعا هو عباره عن طرف صناعي. هي الدار الموجوده امامكم. نحن حطينا له طبعا نحن برمجناه بشكل مسبق عن طريق الاوامر الصوتيه على صوت زميله. طبعا اكيد مثل ما ذكرنا سابقا انه على صوت الشخص المصاب. هلا في يعطيه الامر الصوتي وبتتحرك الايد على اساسها، وطبعا نحن طبعنا بمخبر التشغيل المبرمج. متشكر كثير دكتور مهند مكي على ابداعه. تفضل ابراهيم. تفضل. تمام. ممكن نلاحظ الايد تم اختيارها بحيث تشبه ايد الانسان بشكل قريب اقرب ما نعم. يمكن. بنلاحظ الاصابع، بنتحكم بكل اصبع على حده.
يعني معنا أصابع تماما. استخدمنا كمان حساسات للحركات الخاصة، مثلا إذا بدي أمسك كاس بلاستيك في يعني إذا أخذ بأمر العام أمسك رح تنطعج الكاسة، أو إذا كان شيء قاسي رح يتأثر محركات السيرفو أو الأسلاك الموصولة. فاستخدمنا حساسات خاصة ليتحسس بالكاس أو أو أي شيء ثاني مثلا قابل للكسر مثلاً. إنه ما يكسره. فإذا بدكم منجربها تعطيها أمر صوتي؟ طبعا أمر صوتي واحد لكل حركة. ده بحاجة نحن لهيك اختراعات. أكيد نحن كتير بحاجة. نحن حاطين أول شيء أمر هو لنشوف كيف الحركة وكيف الإيد يعني كيف الأصابع بيقدروا يتحركوا، فهو اسمه اختبار. اختبار اختبار تتحرك هيك كيف يتحرك حركتها يعني الأصابع كل أصبع لحالها. هاي الكلمات اللي قلت عنها يمكن اللي يتم تحديدها هاي اللي عم برمجها بشكل مشان ما يتم تكرار الحركة في كلمات محددة طبعا. أكيد هلا بس هي حركات نحن حاطينهم مشان إنه مبدئية للتعريف مبدئية. إنه التعريف آخر شيء إنه في طبعا لفتح الإيد مثلا في أمر اسمه افتح افتح حلو تماما. الامر الثاني امسك مثلا موبايل امسك طبعا بايده اليسار مثلاً. امسك امسك في صوت برا حلو. سجلتوه للاختراع تبعكم تم تسجيله؟ ما بعد براءة اختراع لسه لهلا ما سجلنا لهلا ما سجلتوه؟ لسه ما سجلنا. قديش يمكن اخذ منك وقت وجهد وشغل هيدا الاختراع؟ تقريبا طيله الفتره العام الدراسي الماضي يعني حتى تعذبنا بالقطع يعني ما كانت متوفره. طبعا هو كان مشروع تخرجنا للسنه احنا عم ندرس هندسه، فكان مشروع التخرج باشراف الدكتور عمار زقزوق كمان بتذكره اكيد. بنوجه تحيه لكل الناس عم باختراعات يمكن من رحم الازمه السوريه هذا الاختراع. ايضا خلينا نحكي عن مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي من حماس، طلاب مبدعين سوريين شاركوا بالمعرض باختراع جدا لطيف يمكن نال الاعجاب طبعا كبير كان. حتى الاولاد اجوا عليه خصوصا الاولاد يعني اكثر شيء كان يجي اولاد على خلينا نحكي شوي من عندك مها ومن عند ابراهيم ايضا. طبعا احنا اول مره بنجي على معرض الباسل وكانت كثير المشاركه حلوه يعني الاقسام كلها كانت حلوه والعروض يعني كانت جميله. كان في منافسات كبيره هي السنه بالمعرض في مشاركه واسعه اكيد حتى بقسمنا كان في كثير منافسات كبيره بيناتنا. طبعا احنا لقينا اقبال كبير يعني من الناس اللي اجت، في منهم اولاد كمان عم يشرح لهم، في منهم حتى في منهم عم يحاولوا يخلونا نعطيهم فكره انه شو ممكن مثلا يدرسوا يعني لما عم يشوفوه عم يتشجعوا يدرسوا فرعنا اكيد نحن بنشجعهم يدرسوا. بس ابراهيم شيخو خلينا نحكي عن هيدا الاختراع قديش مهم يمكن دعم هي الاختراعات. مثل ما قلت يمكن تعذبت ببعض القطع، نحن بنعرف الاختراعات مكلفه ماديا. خلينا بالبدايه نحكي عن يمكن قديش مهم دعم ورعايه هيدا الاختراع وتطويره بما يلائم البيئه. يعني نحن عم نحكي يمكن هي وجهه مبدئيه لهيدا الاختراع يتم تطويره على مراحل. طبعا هلا هي الفكره انه عن التحكم عن طريق الصوت يمكن لاول مره بتطبق يعني هلا في عنا عدة شغلات مثلا المايك هذا مثلا واجهنا مشكلة انه طلع عزله مو عالي فبيلزمنا مايك عزل عالي تماما. الحساسات هون كان لازم انه قياس اصغر كمان ما توفروا عنا بالسوق فاضطريت اجيب حساسات اكبر وحطهم من برا يعني كمان. ممكن تطويره مثلا الدارة ممكن اختصارها ممكن تغليفه بطريقة حلوة يعني لا يمنعه من التعرض للمي او شيء ثاني. ممكن كمان هلا نحن مستخدمين لكل اصبع محرك واحد ممكن كل اصبع نحط لها محركات صغيره بتعطي للمفاصل بتعطي دقه اكبر دقه اكبر. شو التكلفه كانت؟ هذا التكلفه المبدئيه يعني حوالي ما تجاوزت ال 150 ألف ليرة سوري. طبعا مثل ما حكينا انه ساعدونا الجامعة بمخبر تشغيل المبرمج عندنا بالكلية تحت اشراف الدكتور مهند مكي ساعدنا بموضوع الطباعة والدارات الثانية والدار الرئيسية يعني نحن صممناها. في عندنا كمان عملنا حل مثلا مشكلة
ضجة أو ما عم ياخد أمر صوتي أو شيء أو مثلا تعطل المايك فجأة وهو بده يستخدم الهيدا أو جرب مثلا طبعا جرب فجأة طبعا. فالحل هو استخدمنا نحن هون عنصر هو اسمه مقاومة متغيرة عن طريقه فيني افتح الإيد يدويا وسكرها طبعا يعني في حل بديل الموبايل. تمام يعني فيني افتح سكر وافتح طريقة يدوية هاي حل مشكلة انه ما تعرف اذا حدث مشكلة مفاجئة طبعا أكيد. وكمان فينا نتحكم بالسرعة سرعة المسك والفتح وكل هاي الامور هذه يعني. وفينا نضيف حركات جديدة طبعا في لسه حركات اكثر في كأس في نحن بالمشروع جربناه لنسبة دقة الحساسات جربناه على بيضة بالمشروع فبتعرف البيضة انه ضغطك شوي قوية بتكسرها او اذا ما مسكتها منيح رح تفلت والحمد لله يعني كان ناجح بالمشروع واخذنا اعلى علامة. تفضلي مها حابة تضيفي شيء؟ لا ماني حابة اكتر تضيف اكتر من هيك طبعا. بس اكيد بتشكر جامعة البعث تشكر اهلنا يعني ومنتشكركم انتو كشباب مبدعين كشباب عم تسعوا للاختراع ده حلو انه شبابنا أكيد. في ظل الحرب انها تخترع جميل كل الشكر لكم بدنا نتمنى لكم التوفيق ومشاركة موفقة كمبدعين وجميع المشاركات بمعرض دمشق شكرا لكم على استقبالكم أهلا وسهلا أكيد بدنا نشكركم بتمنى لكم التوفيق بالمشاركة وأكيد نحن فخورين دائما بالشباب السوري سنة عن سنة عم يكون في مشاركة واسعة للشباب السوري من جميع المحافظات والجامعات السورية باختراعات تلائم البيئة والاحتياجات اليوم شكرا كثير لكم شكرا.